Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدي ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة بنية القبول وتمني كل سوء ومأمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حق رجل رسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمها الزهراء وبقية أزواجه وأولاده وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى مبنى الإمام الحسن البصري وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى الإمام جعفر الصادق وإلى الإمام رمدي وإلى الإمام السري السقطي وإلى الإمام أبي محفوظ وعرب الكرهين وإلى الإمام جنيد البندري وإلى كتب المقام سلطان أولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى كتب الأحوال أبي يزيد البسطمي وإلى كتب العلوم أبي حبيب محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي والأنفذ والأخوان سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني القاضي الحسني وإلى خليفته الشيخ سدي بن عمر خان المداني وإلى الشيخ ابن عربي وإلى الشيخ ابن رزلان وإلى الشيخ ابن عبد الله السكندري وإلى الشيخ سيد محمد بن زين بن فقيه جلال الأجل ولرب شيخ محمد أرشد بن عبد الله لذلك لقبين البنجري ولرب شيخ سيد عبد الله بن علوي الحد الأخضر من شر الهمين ولرب شيخ إمام نووي المدني ولرب شيخ محمد كشف الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري ولرب شيخ شرواني عبد الباني ولرب شيخ نقشر عليكم فهم ملايين ولرب شيخنا يا جماعه حسامين بن هجي محمد رمضي بن هجي محمد امين ولا روح شيخنا يا جماعه محمد ابرار بن هجي دهلان ولا روح شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسن المكي ولا روح شيخنا سيد زيد جنبيا مكه المكرمه ولا روح شيخنا سيد حمد الكف مكه المكرمه ولا روح
شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس الملك الحسن المكي ولون شيخنا سيد عبد القادر بن أحمد سجاد جدا ولون شيخنا يجيب محمد زيني بن عبد الغاني والمشهور في جلوس المنطل البنجري وإلى رب شيخنا محمد اليسرى بن عبد الغاني البنجري وإلى رب شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري أمنا شريف ورقية بنت عبد الله القدري وإلى رب شيخنا دبراني بن عبد الحميد بن عوض بن طاهر بن عبد القادر وإلى روح أبينا مخير الدين بن عبد الحميد بن عوض بن طاهر بن عبد القادر وإلى روح طوال برهج عبد الله مريسي طوال برهج عبد الرشيد طوال برهج عثمان إبراهيم طوال برهج جعفر صبرا سمرنا كلمة تنتمور أنصرهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والعاقلين عنهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح كل ولي وولية جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها أينما كانوا وكان الكائن العلم وحنت أرواحهم وإلى أرواح أبينا وأبيكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم ومعلمنا ومعلمكم وأساتذتنا وأساتذتكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات من كل جهة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم وأمدنا بملاذهم في الحياة الدنيا والآخرة يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحب الإيمان والوفاء إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لدنيا علما مباركا علما تبلغنا جنتك دار السلام يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وتسهل لنا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وآله وسلم لأداء الحج والعمرة والزيارة بالسهولة والسلامة صحة والعافية سنين بعد سنين عن بعد عن شهر بعد شهر ويرزقنا حجا مبرورا قبل الموت وتوبة نصوحة قبل الموت حتى نبشر بالجنة قبل أن تموت على هذه النية على كل ما لو به صدق الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شهود لله نقول فاتحة